ارحب بضيفنا اللي مشرفنا النهارده الدكتور محمد ابو فرحه الخبير واستشاري التنميه البشريه. مساء الخير يا دكتور محمد. اللي احنا اتشرفنا بيك. اهلا بيك يا فندم. انا بس عايز اقول ان الدكتور ابو فرحه حاصل على ماجستير في المعاملات الدوليه القانونيه والتجاريه واللوجيستات من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا مع بامتياز مع مرتبه الشرف، مسجل رساله دكتوراه في المفاوضات الدوليه القانونيه والتجاريه، بتتدرب على يد الخبير والمحاضر العالمي دكتور ابراهيم فقي في كثير من دول العالم، مدرب معتمد في البرمجه اللغويه العصبيه من البورد الامريكي، ومدرب معتمد في ديناميه التكيف العصبي من المركز الكندي، مدرب معتمد في قوه الطاقه البشريه من المركز الكندي، ومدرب محترف معتمد في التنميه البشريه، ومدرب معتمد في مايند سبيد ريدنج وبرين سمارت ليدنج وتوني بوزان ماب ميموري او خريطه العقل البشري، ايضا مدرب محترف في البرمجه اللغويه العصبيه الشفره الجديده جون جريندر، مؤسس علم البرمجه اللغويه العصبيه، وانا دايما الحقيقه ما بقاش فاهم ايه هي البرمجه اللغويه العصبيه. وحصل على عديد من الدبلومات في مجالات علم النفس والتسويق والمبيعات والتنميه البشريه. الفوضى لما عندناش فوضى، هل الفوضى ممكن تغييرها او تثبيتها او ممكن تحويلها ولا لا؟ ده الحقيقه اللي انا كنت بحاول اعمله في حياتي، والحمد لله عشان كده انا قلت لك لا ممكن، لان انا كان ممكن حياتي كلها تبقى فوضى، بس كان عندي في يوم من الايام حد صديق غالي وعزيز قال المهم نشوف لما يبقى عندك 30 سنه هتبقى عملت ايه من صغري وانا صغير. بتقول اصون كرامتي وبيح حبي، اوعى يا جماعه تكونوا ما بتسامحوش عشان ما تاذيش نفسي، واحده تقول عشان ما اذيش نفسي، عشان هو يستحق العقاب، عشان هيكرر الغلطه، عشان لو سامحته ابقى ضعيفه، عشان هبقى موافقه على تصرفاته، عشان اخذ بطاري منه، ما هو انا لازم اخد حقي، عشان اكون اقوى منه، ما انا لازم اعرفه دلوقتي مين القوي، ده انا لو سبت له البيت هيلوص بالعيال. التسامح معناه غباء، في ناس بتقول كده، في ناس بتقول دي غلطته، اسامحه ليه؟ ما هو اللي بيعمل مشاكل، في ناس بتقول مش هبقى احسن منه لو سامحته، وفي ناس بتقول عشان اتحكم فيه براحتي. اذا طب دي محاضره دينيه؟ لا، نخليها كمان محاضره عقليه، نخليها ترجمه فوريه. ما هو ربنا بيقول وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه، مين؟ كلنا عارفينها، السيده مريم وهي امراه في المخاض. الراجل اقوى ولا الست في البنية الجسمانية؟ طب اللي بيقولوا الراجل يرفعوا ايديهم صح؟ طب اللي بيقولوا الست ما يكذبوش ويرفعوا ايديهم؟ ما فيش حد رفع، في اتنين بيهزروا. لدرجة المصيبة نسأل الناس ما بتشتغلش ليه؟ احنا صايمين ورمضان داخل وما فيش شغل في رمضان. اللي كان العاشر من رمضان و6 اكتوبر في رمضان، اللي كان 6 اكتوبر موجودة وغزوة بدر موجودة في رمضان، وكل الفتوحات الحرب اللي كان فيها انتصارات كانت موجودة فين؟ في رمضان. وداخل علينا رمضان وتلاقي من 3 لـ 6 برنامج هنعمله بنقوله، تلاقي الناس يجوا من الساعة 3، يبقى هو عايز سيجارة، ولا عفوا خرمان في سيجارة، ولا عفوا بتخانق مع جوزها، ولا عفوا عايزة تخلص الأكل، ولا مش عايزة تمشي في الشارع عشان الشارع زحمة موت، والناس مش طايقة نفسها في الشارع، إني صائم إني صائم إني صائم إني صائم. تركب سواء التاكسي سواء الميكروباص سواء الاوتوبيس، الراجل في محله في شغله، ست في البيت كمان، اني صائم. يعني الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى احنا عارفين ازاي بنصل ارحام بالدعوه اللي بنعملها كده، ما شاء الله نعزم على الفطار، ناكل يعني نطعم صائم، ونصل ارحام، ونلم العيله، ونلم الشمل، ونذكر الله سبحانه وتعالى، ونصلي مع بعض ما شاء الله التراويح، وندعوهم الى الطاعات، ونلعب كوره لو الشباب عايزين يلعبوا كوره عشان ما يسيبوناش ويمشوا بعد كده ويجروا، بس تبقى بنيه ان احنا نتنافس بصحه كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويصارع اصحابه. ما حدش قال يا جماعه ان الرياضه لا ديت مش عندنا، احنا عيب الكلام ده، اقعدوا بقى اقروا القران، قريت كام جزء انت ولا بس العيب يا عملت دكتور انت صالح نفسك. احنا بنتكلم فيه ان احنا ازاي نصالح نفسنا. نصالح نفسنا ونبدا بامكانياتنا، ننمي قدراتنا وننمي ذاتنا، ونعرف كل الاحتياجات اللي لازم نعملها عشان نوصل للي احنا عايزينه. لو قلنا ان مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه، بس في حاجه مهمه جدا، الالف ميل فاني اتجاه. جماعه في ناس بتقول احنا بنتكلم في الدين، نقول لهم ايوه، لان التنميه البشريه بتتكلم في الدين. في ناس بتقول احنا بنتكلم في السياسه، نقول لهم ايوه احنا بنتكلم في السياسه، لان التنميه البشريه بتتكلم في السياسه. يقولوا احنا بنتكلموا يا جماعه انتوا بتتكلموا في الاقتصاد، نقول ايوه بنتكلم في الاقتصاد، بتتكلموا في الاجتماع، بنتكلم في الاجتماع، بتتكلموا في الصحة، بنتكلم في الصحة، بتتكلموا في الرياضة، بنتكلم في الرياضة، بنتكلم للآباء، للأبناء، للأولاد، للكبار، للصغار، للبنات،
للصبيان، بنتكلم للرجالة، بنتكلم لصناع القرار، بنتكلم لكل واحد ماشي في الشارع وكل واحد قاعد في بيته وكل واحد بيشتغل في مصنع وكل حد موجود في مؤسسة. بتكلم عشان الناس اللي سامعيني دلوقتي، وبتكلم مخصوص عشان كل واحد بيشوفني دلوقتي عايزه يسمعني ويفتح قلبه قبل ما يفتح عينيه عشان يتفرج على التلفزيون ويشوف احنا بنعمل ايه ويسمع احنا بنقول ايه. بتبقى لها برمجة موجودة عند كل انسان مننا. يعني ايه برمجة موجودة؟ يعني قيم، يعني معتقدات، يعني مبادئ، يعني وده اللي بيخلي انسان يعيش بامل او انسان يعيش خايف. تنمية الموارد البشرية دكتور محمد فرحة اكيد ليك رأي في الموضوع ده. والله هو سأله زمن ده الرئيس الصيني كان موجود. ليه الرئيس الصيني؟ لان الصين اكبر دولة في العالم. كويس. بنتكلم النهاردة في مليار، داخلين على مليار ونص يعني. فسألوه ايام كانوا مليار وربع. نفس السؤال حاجة بتسأله دلوقتي، قالوا انت ازاي بيجي لك نوم او بتصحى، ازاي بتتعامل مع اكتر من مليار وربع فم بيأكل كل صباح؟ كويس. فقال لهم انا بتعامل مع 2.5 مليار ايد عاملة بتأكل العالم كله او تقدر تأكل العالم كله. هو